السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هذه الكريستال البوهيمي اللي صورت لكم اليوم، بميل الزجاج ما شاء الله تبارك الله، وحجم جميل وشكل أجمل، وزنها ما هو بخفيف، وزن ثقيل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصناعة يدوية مناسبة جدا لاقتناء الأدهان الفاخرة، تحط فيها أو تحطها في مجلسك الطيب بضيوفك، أو تحطينها في مجلسك الطيبين بضيوفك، أو للمتاجر الإلكترونية اللي بيعرضون فيها أدهان. ما تأخذ عليك حيز كبير، وأيضا ما تأخذ عليك أدهان كثيرة، ما تضيع عليك أدهان كثيرة. كثير من الزملاء يبغون كريستال يكون يعني له اسم، البوهيمي معروف له اسم، يبغون أيضا الكريستال هذا ما يكون يشيل حجم كبير من الأدهان، عشان الأدهان اللي يطيبون فيها، عشان الأدهان اللي يطيبون بها عملاهم تراهم ما عاد يرجعون يبيعونها. أكثر زملائي زي كذا، عندهم عينات للأدهان يطيبون فيها عملاهم، وهذا العينة ما تباع. ليش؟ لأنه تمر على 600 يد ما فيها يد ما عليها طيب، ترجع في الدهن. وعلى هذه النظرية نحن نقيس في مجالسنا، وفي نطيب كثير من الضيوف. تستحي وانت تطيب ضيفك احيانا والله انك تخجل، انك تقول يعني من بعيد او تقطر، صعبة وتملس الضيف صراحة. فلذلك تحتاج كمية كذا بسيطة، ما تكون كثيرة مرة. بنوزن لكم هذه الآن، وبنوزنها فاضية، أول شيء بنوريكم وزنها فاضي، بنوريكم وزن الميل لحاله فاضي، وبعد ذلك بنحط فيها الدهن. ترى ما صورتها إلا استعملتها فترة يعلم الله، جودة فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونعومة. شوفوا طالت أعماركم، هذه كريستالتي أنا وزنها 288 جرام بوينت 9، وهذه طالت أعماركم بالكرتون وزنها 308 جرام. وزن الكريستال الحالها فاضي جديدة 236 جرام. وزنها مع المرود 283. وزن المرود لحاله 47 جرام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف هذا الكريستال البوهيمي اللي صورنا لكم إياه. كثير رسائل جينا في الأيام الماضية إنه يا عبد الله إحنا كان ودنا نقتني مخطط العشر الأواخر ولا لحقنا. أولاً فنحن نقول لكم من ميسن ورد الطائفي عشر مباركات، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ونزيدنا وإياكم من الأعمال الصالحة. اليوم بإذن الله راح نركب كمية دفعة جديدة من مخلط العشر الأواخر، لا وتحنا لكم خيار الربع تولة والنص تولة والتولة، وكلها عليها عروض تستاهلون. واحد من أهم مكونات مخلط العشر الأواخر الدهن المروكي الأخضر هذا اللي محتفظين فيه من ميسن ودلتا. يا أخوان الدهن هذا على وشك أنه يغلق، شوفوا قوامه ما شاء الله، شوفوا لونه داخل السكر يبان، شوفوا قوامه هنا كيف يتراكم الدهن على بعضه يوم نصبه، ما شاء الله من ثقله وقوامه الثقيل تقول جبس. احنا نصبه ونراقب الميزان. شوفون اللي نشوف، حبل لا ينقطع، شوفوا يا جماعة الخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله القوام. دهن فاخر فاخر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوفوا القوام كذا. كله تقلب العلبة ما يصب.
بعدين يا اخوان شوفوا هنا قوام الدهن كيف. دهن ابو طاووس يا اخوان من الادهان اللي يعطي ما شاء الله تبارك الله جمال في المخلطات، ونحن نستعمله في جميع مخلطاتنا تقريبا ما شاء الله تبارك الله، لجمال النكهه اللي يعطيها في المخلطات، يعطي نكهه غريبه ومميزه جدا، نكهه عطريه. بنصب الربعين هذا. المرة السابقة المرة اللي راحت نحن صبيناها في التركيبة هنا. المرة هذه بنصبها قدامكم. هذا من نوادر أدهان ميسم الورد الطائفي، يباع ربع تول تباع 1150 ريال الواحد. شوفوا هذا علق هنا ما عاد يصب. من ثقل الدهن. شوفوا. نكهة عطرية قوية بزيادة. أما يا أخي تعطي ثبات وفرحان وقوام في المخلطات شيء لا يوصف. يا إخوان هذا الدهن الكمبودي البورسات أيضا هو أحد مكونات مخلط العشر الأواخر الفاخر ما شاء الله. شو القوام احمر الله 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 الله. الآن نجي لتراب مسك غزال وعنبر الحوت اللي هي سميناها لبنة العطار، جاهزة مرة ومخمرة. شوف هذا مستخلص بثبات الورد الطائفي جامد مع مكيف بس. ومن بداية التصوير انتم تشوفون لا عندنا تبريد ولا شيء، على المكيف بس مسوي سحر. خليه كذا في اليد ها شوية ونشرح لكم. هذا تراب مسك الغزال بنحط منها الحين في المخلط. هذا سحر هنا ها. بنحط المقدار المطلوب. وبعدها نرجع للسحر. اوريكم السحر. شوف الورد مفك. استخلص بثلاثة الورد كان جامد. اخذ الحرارة من اليد. شوفوا بدي يذوب. الحين نقدر نحطه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي له سحر ثاني. طيب نعطيه راحته نرجع له بعد شوي. هنا دهن الكمبودي التربلي مع مستخلص بثلاث الورد الطائفي مع الورد الطائفي مع العنبر مع
تركيبة جميلة جدا ركبنا لكم إياها في مخلط العشر الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الورد يا أخوان كيف سوى طبقة. هذه هي. نصب الآن المتبقي المستخلص بثلاث الورد الطائفي، وبإذن الله نكون كذا جاهزين. وكذا صار مخلط العشر الأواخر جاهز. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللون والقوام. المرة هذه نحن نزولا عند رغبة الكثيرين، عدنا تركيبه بكمية محددة زي ما تشوفون، وأتحنا أيضا البيع فيه بالربع تولة وبالنص تولة وبنفس أسعار العرض، عشان الكل إن شاء الله بإذن الله يطيب في العشر الأواخر هذه المباركات. ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها ولجميع